بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنتكلم سيشن النهاردة عن الويل هيد انستليشن، وإزاي البير بيتم حفره بشكل عام، وإزاي بيتم التحول من مرحلة الحفر لمرحلة الإنتاج. تمام، فخلونا نبدأ كده ونشوف الفيديو اللي معانا ده اللي هيبقى المين الشرح بتاعنا، يعني بشكل أساسي النهاردة بيعتمد عليه. فخلينا نقول إن ده الشكل اللي إحنا عايزين نوصل بيه للبيت، بغض النظر عن المالتيبل زونز أو السيناريو اللي هو جايبه. خلينا نشوف بس كده الدنيا هتمشي معانا إزاي. في الأول خالص بيبقى ببتدي حفر شوية بس قبل ما الفكرة يمشي. طيب ببدأ بقى بحط في الأول خالص حاجة اسمها سيلر. السيلر ده بيبقى إيه؟ بيبقى يعني زي نقول كده إن أنا بحفر حفرة تحت الأرض، بيبقى عمقها من 3 ل 15 فوت. وظيفة المكان ده إن أنا أعمل أكوموديشن للويل هيد، بيبقى هيتحط جوه المكان ده الويل هيد، وبعد الويل هيد هيتحط فوقيه هنا البي أو بي. ثانية كده، يعني الويل هيد ده هيبقى مثلا عندنا هيبقى هنا، بعديه البي او بي او الكريسماس تري. تمام، فيبقى انا عندي منطقتين، منطقه الويل هيد وبعد كده البي او بي او الكريسماس تري. المفروض ان انا يكون عندي اكسس على طول على مين؟ على الويل هيد. فالمفروض ان هي مثلا تبقى في مستوى سطح الارض، فانا لو جاي من هنا هبقى شايف الايه سوري هبقى شايف اسمه ايه ده الكريسماس تري او البي او بي، مش عايز ابقى لا اكسس على طول على الويل هيد ولا حاجه. فانا عايز يبقى في سهوله، بدل ما مثلا عايز لو عملتها على سطح الارض على طول من فوق يبقى مثلا محتاج سلم عشان اطلع او كده، والموضوع هيبقى ايه هيبقى مرهق شويه. فالاساسي انك بتعمل السيلر ده عشان يبقى اسهل بالنسبه لك انك تحط الويل هيد، وتبقى عملت بروفايد لاكسس للكريسماس تري والبي او بي لما يبداوا يتحطوا معاك. طيب هنعرف الفرق كمان شويه ما بين البي او بي اساسا والكريسماس تري، بس خلينا نشوف الاول الدنيا بتمشي معانا ازاي. بعد ما حطيت الجزء الخاص بال اللهم صل على سيدنا محمد بالسيلر، ابدا بقى عمليه الحفر. تمام، فخلونا نمشي الفيديو شويه. طيب العمليه هتمشي ازاي؟ دلوقتي انا هنبدا يعني نحفر الاول بالكوندكتور كيسنج، ده اول سيكشن هينزل. والكوندكتور كيسنج ده ملهوش اي وظيفه غير ان هو بيعمل ايه بروفايد اسمه ايه ده يعني منطقه انك يعني تحط تحفر من خلاله بعد كده السكشن الجاي. يعني الكوندكتور كيسنج ده بيبقى ماسوره صغيره بينزل غالبا بهامرنج، يعني بيبقى بالدق كده، مش بتحفر له مثلا بالبريمه ولا حاجه، لا انت بتنزله دق كده في الأرض، وبيبقى مثلا طوله حاجة صغيرة مثلا في حدود 60 فوت مثلا عند أقصى مثلا. تمام، فأنت بتنزل الكوندكتور كيسنج ده من خلاله، وبعد كده تبدأ بقى تحفر باقي السكاشن. الكوندكتور كيسنج بعديه هتحطه فوقيه هو هنا جاب في الشكل أو في الجزء بتاعه، هو مركب اللهم صل على سيدنا محمد بي، بس هو بيركب حاجة تانية في الأول سيكشن، حاجة اسمها الدايفرتر. طيب إيه الفرق ما بين الدايفرتر والبي أو بي؟ الدايفرتر ده بيبقى بيتركب في السكشن الأولانية، عشان لو عندي شالو جاز في السكشن اللي أنا بحفرها، يعني لو عندي غاز، الدايفرتر ده وظيفته إن الغاز ده ما يحصلش عليه كنترول بضغط، فيقوم الغاز يتسرب لي من هنا كده. يعني مثلا لو البي او بي في العادي لو انت حصل لك كيك او حاجه بتقفل وبتبدا انك اسمه ايه ده تعمل كنترول للبريشر، افرض البريشر هنا زاد هيبدا الغاز يطلع لك من كل حته، او الغاز من هنا ومن هنا، ومش هتعرف تعمل كنترول عليه خالص. فبدل ما الغاز ما كان طلع لك من حته واحده، بقى طلع لك من الايه من الفورميشن كلها. طب الدايفرتر ده بيعمل ايه يا عم؟ الدايفرتر ده بيبقى زي ما تقول كده بيبقى في سيستم هنا بياخد الغاز، لو انت يعني لقيت فورميشن فيها غاز، ويوديه على الفلير لاين او بيتم حرق الغاز ده. فحتى لو في بي او بي راكبه فوق الكوندكتور كيسنج، بيتم استخدامها كدايفرتر. تاني كده على السريع، ايه وظيفه الدايفرتر واللي يخلفه عن البي او بي؟ البي او بي بتعمل كنترول على البريشر بانها بتسد وتقفل والبريشر مقفول هنا،
فلازم تكون الانفورميشن اصلا ما تسربش اللي فات. طب افرض انا قابلت غاز على اعماق صغيره، ممكن يحصل الكيك عندك تتسرب بايه؟ زي ما قلنا تتسرب لك عندك في الفورميشن هنا، هتبقى طبعا ده كده اندر او ان كنترولد كيك على الاطلاق، يعني مش هتقدر تتحكم فيها على الاطلاق. تمام، فاحنا بنركب في السكشن الاولاني دايفرتر، مش زي ما الفيديو ما جاب كده بي او بي. ولو حتى بتستخدم بي او بي بتستخدمها كدايفرتر، هتبقى البي او بي طبعا بيبقى فيها، يعني هي مش متوضح في الرسمه او كده، بس بيبقى فيها ممكن برضه ايه لاينز وخطوط رايحه وخطوط جايه، فيتم استخدامها يكون طالع منها خط بيوديك على ايه؟ على الفريل لاين اللي هو خط حرق الغاز. تمام؟ طيب خلينا نكمل. بعدها هتبدأ تحفر أول سيكشن ده السيرفيس كيسنج، هتوصل شايف كده الدريلنج بروجرام. لو أنت عارف الدريلنج بروجرام أو الكيسنج ده، الأعماق اللي أنت هتوصل لها ده بتبقى معمولة في الأول، لو فاكر الرسمة بتاعت المود ويندو كان عندك، بيبقى عندك هنا البريشر جريدينت، وهنا عندك الدبس، وعندك هنا البور بريشر جريدينت مرسوم، وبتاخد بعديه مارجن، ويبقى عندك بعد كده الفراكشر جريدينت، تاخد بعديه مارجن برضو، عندك شكل شبه كده. تبدأ بقى إنك تعمل إيه؟ تعمل الديزاين بتاعك بتاع الكيسنج، ودي مثلا بتبقى الأعماق، فده مثلا عندك السيرفيس كيسنج ده بتبقى واقف هنا كده. بعدها مثلا الكيسنج اللي بعده اللي هو الانترميديت كيسنج، بعدها الكيسنج اللي بعده اللي هو البرودكشن كيسنج، وهكذا يعني. تمام، فانت وفقا للبروجرام اللي انت بتبقى عامله للحفر، بتقف مثلا انت شايف ان هو بيحفر السيرفيس كيسنج، هنوقف حفر عند العمق اللي كان معمول في البروجرام. تمام، ونبدأ بعد كده ننسل بمواسير الكيسنج دي، كده اسمها المواسير بتاعت الكيسنج. مواسير الكيسنج دي بيبقى في الآخر فيها من تحت بيبقى فيها بعض الحاجات الخاصة اللي هتمكنك من إنك تعمل عملية السيمنت، زي ما هنشوف كده في الفيديو. أنت كده دي اللي نزلت دي كده مواسير الكيسنج، نزل لك في الآخر خالص حاجة اسمها يعني الكيسنج مواسير، ودي بتبقى أساسا السكشن اللي تحت خالص دي، ده بيبقى حاجة اسمها ده كده حاجة اسمها جايد شو. جايد شو ما علينا، يعني شو اللي هي حذاء جايد شو، وهنا فوقيها بيبقى ممكن ساعات بيبقى موجود حاجة اسمها فلوت شو، أو غالبا بيبقى موجود يعني فلوت شو. وظيفة الجايد شو والفلوت شو دول إن هما بيعملوا يعني زي ما تقول إن هما بيعوموا الكيسنج كده شوية، والفلوت شو بيبقى فيه وان واي فالف، وكذلك الجايد شو ساعات بيبقى فيه نفس الفكرة، إن هو السيمنت لما يخش ما يرجعش تاني، دي أهم وظيفة ليهم. وبعد كده الفلوت شو والجايد شو دول بيبقوا دريلابل، يعني انت دلوقتي هنشوف في الفيديو ان لما هنيجي نحفر السكشن الجاي السكشن دي هقدر ان انا احفرها عادي. شايفين كده انا وقفت فين؟ انا وقفت عند السيمنت بلوك والاسمنت هنا، وتحتيه الفلوت شو والحاجه دي. احنا طبعا هيبقى عندنا سيشن خاصه بالاسمنت دي لوحدها، بس على ما تيجي فاحنا بنتكلم على السريع برضه عمليه السيمنتنج بتتم ازاي. فالحاجات اللي انتوا شايفينها كلها دي تبع السيمنتنج بيتم حفرها فيما بعد. طيب خلينا برضو يعني نشوف شوية صور ليها كده. طيب ده مثلا شكل الجايد شو، طبعا ده كروس سيكشن يعني، او في حتة مقطوعة منه عشان يبين لك جوه عامل ازاي، وبيبقى فوقيه برضو ادي ده الفلوت كولر او الفلوت شو. تمام، طيب وده كده شكل ماسورة الكيسنج وهي نازلة، بيبقى اخر سكاشن فيها من تحت هي الفلوت كولر والجايد شو والكلام اللي احنا قلنا عليه في الفيديو. طيب خلينا نكمل. بعدها كده انا خلصت عملية السيمنت والسيمنتنج، حصل ان هو نشف وسيبت في مكانه ومسك على مواسير الكيسنج. تمام، ده كده اول سكشن اللي هو السيرفيس كيسنج. عملت انا ايه دلوقتي؟ هو عامل نزل البي او بي، او عامل حاجة اسمها نيبل داون للبي او بي، يعني شال البي او بي. طب حد يسأل سؤال منطقي، ايه اللي بيحمي البير دلوقتي؟ على السيمنت اللي انت نزلته ولسه فيه مضغ في المواسير، طبعا بعد ما بتعمل السيمنت بيترجع تاني بيكون في مضغ في المواسير،
بغض النظر يعني عن الوشرز والحاجات ديت، بس في الاخر بيبقى في حاجات جوه ماسوره الكيسنج الجديده فيها مضغ. فبعد ما يحصل السيمنت، انت السيمنت قافل على الفورميشن، مستحيل يخش لك اي حاجه مضمون يعني. فتقدر انك تشيل البي او بي تمام، وانك موسى سيدنا محمد تبدا بعد كده تركب اول حاجه في الويل هيد اللي هي الكيسنج هيد. هتنزل هتركب حاجه اسمها كيسنج هيد، طبعا هنشوف في الفيديو دلوقتي ده الشكل المفروض يبقى موجود في الاخر بعد ما تخلص الويل هيد كله. بس احنا في الاول هنركب اول سيكشن اللي هو ده بس، شايفين في الشكل ده احنا هنركب ده. هنشوف دلوقتي في الفيديو طيب. هو الفيديو معلش يعني بطيء شوية. تمام، ادي كده الكيسنج هيد ركبت. الكيسنج هيد دي عبارة عن ايه؟ انا دلوقتي لما وصلت السيرفس قطعت ماسورة السيرفس كيسنج يعني، او لو وصلت العمق المناسب، لو افترضنا مثلا ان العمق ده يعني رقم ما بيقبلش القسمة طبعا على طول اللينس بتاع الكيسنج الواحدة، فطبيعي ان اخر سيكشن في الكيسنج من فوق كده يعني ايه هبقى قاطعها يعني. هو كان في كيسنج كده وانا قطعتها وركبت فوقيها الكيسنج هيد دي تمام. بعد ما ركبت الكيسنج هيد نبدا نعمل ايه؟ هبدا اركب فوقيها البي او بي تاني، و اللهم صل على سيدنا محمد. ابدا احفر السكشن اللي جاي، بس خلينا نقف شويه كده عند الكيسنج هيد ونقول شوية حاجات تخص السيرف كيسنج والكيسنج هيد. أولا الوزن بتاع السيرفس كيسنج ده أو السيرفس كيسنج دي لازم تبقى يعني واقفة على هارد فورميشن يعني، من تحت كده السكشن اللي أنا قررت أوقف عنده الحفر لازم يكون الكيسنج من تحت ثابتة على هارد فورميشن. ليه لازم هارد فورميشن؟ لأن السيرفس كيسنج ده هيبقى شايل كل مواسير الكيسنج اللي جاية بعده وشايل الويل هيد كله، فلازم تكون الفورميشن تستحمل وهتشيل الحاجات دي من غير مشكلة يعني. شايفين كده في لما وقفنا الحفر هنا كان الكيسنج هنا واقف على فورميشن، شايفين الفورميشن دي لازم تبقى هارد. لو الفورميشن دي مش هارد انا السكشن الجاي هتخلي السيرفس كيسنج يهبط، طبعا دي هتعمل لي ايه؟ كارثة فوق على السيرفس. طيب طبعا البليتس دي برضو بتساعد في توزيع الوزن شويه على السيرفس يعني، اللي هو وزن السيرفس كيسنج وكده، بحيث انه يعني ايه يبقى واقف على فورميشن او يقف على ايه على مساحه اكبر من السطح، بحيث ان الضغط بتاعها يتوزع يعني تمام. طيب تاني بكرر على اهميه ان السيرفس كيسنج بتشيل وزن الحاجه اللي جايه كلها، بقيه السكاشن اللي جايه كلها، وبتشيل وزن ال او ال اللهم صل على سيدنا محمد، بتشيل وزن الايه الكيسنج اللي جاي كله، لازم تبقى واقفة على هارد ايه فورميشن. طيب بعد كده انا ركبت البي او بي تاني، ركبت البي او بي تاني عشان هبدأ احفر السكشن اللي جاي. طيب لازم بعد ما اركب البي او بي اعمل حاجة اسمها انتجريتي تيست، واتأكد ان البي او بي بتاعتي سليم. بيحصل ازاي التيست ده؟ بيحصل عن طريق ان انا بنزل بحاجة اسمها بلاج جاية. البلاج دي بتنزل بتقفل اسمه ايه ده الفلو من عندي من تحت، وابدا بعد كده اعمل بيلد اب للبريشر واشوف هل البي او بي دي هتليك ولا لا. وبعد كده بشيل اسمه ايه ده البلجايه وبنزل بحاجه اسمها الوير بوشنج اللي نازله دي، حاجه اسمها الوير بوشنج تمام. طيب الوير بوشنج دي كله وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان انا دلوقتي هنزل بالدقاق من هنا تاني وهيبقى في خط جوه، فانا عايز احافظ على السيرفس اسمه ايه ده السيرفس الكيسنج هيد. الكيسنج هيد لازم احافظ عليها سليمه ما يحصلهاش تاكل، او المواسير وهي بتخبط فيها او البت وهي نازله تكسر فيها. فلازم انزل الويل بوشنج دي زي ما هنشوف كده الحاجه هتعدي منها دلوقتي، وعشان ما يحصلش تاكل للكيسنج هيد. خلي بالنا ان الجزء ده اسمه كيسنج هيد، ده كده اسمه كيسنج هيد تمام. بعد كده بدأنا نحفر السكشن الجاية تاني تمام.
السكشن اللي جاي ده اللي هو الانترميديت كيس، وقفنا برضه عند ايه نفس الفكره، نفس الدبس او مش نفس الدبس طبعا، الدبس اللي جاي بتاع البروجرام، ونزلنا عملنا سيمنتنج ونفس المواد. هنشيل بعد كده اسمه ايه ده، نطلع تاني للبلوج ثانيه كده برضه، عشان في جزء نسينا نركز عليه مثلا. هي دي، شوف دلوقتي كده هو هيحفر البلاج والفلوت كولر، هو مش موضوع فهتحس ان هو عاملها بسرعة، بس هو ركز بس كده، هو شال الفلوت كولر. خلينا نرجع عليها كده، شايف الشو ديت والجايد شو والبلاجاية اللي موجودة، كل الكلام ده هينزل يحفره دلوقتي بالبت، الكلام ده اتحفر وبعد كده ايه، طبعا في تيستات بتتعمل في الوقت ده وكده، بس يعني مش موضوعنا دلوقتي. فنزل بعد كده بالايه، بالكيسنج، ونزل بعد كده بمواصفات او سوري بالاسمنت الجديد الخاص بالانترميديت ايه كيسنج. طبعا اللي جاي هيبدا يبقى متوقع شويه، هنطلع تاني للايه للسيرفس، هنعمل شويه خطوات على السيرفس. ايه الحاجه اللي هنعملها على السيرفس؟ هننزل البي او بي، احنا خلاص كده ما عندناش مشكله من الفورميشن، وعايزين نعمل شويه حاجات. ايه شويه الحاجات اللي هنعملها دلوقتي؟ هنركب دلوقتي اللهم صل على سيدنا محمد، حاجة اسمها الكيسنج هانجر. تمام، أولا طبعا هنشيل البي أو بي ونعمل قطع للكيسنج، يعني شايف فين ماسورة الكيسنج كده، هبقى أقطعها هنا، وهنزل حاجة اسمها إيه الكيسنج هانجر. الكيسنج هانجر ده وظيفته إن يخلي وزن الانترميتد كيسنج متعلق على الكيسنج هيد. خلي بالك ده الكيسنج هيد زي ما قلنا، ده بيبقى شايل مين، او الهانجر اللي فيه بيبقى شايل مين، ده الهانجر اللي فيه كيسنج هانجر ده انا نزلته دلوقتي، بيبقى شايل الانترميديت كيسنج، يعني الكيسنج هيد هيشيل الانترميديت كيسنج. وشايف الفالف ده او المسار ده، المفروض ان ده مسار فيه فلو او كده، وفي اسمه ايه ده، حاجات بتقرا سنسورز بتقرا مثلا الضغط، يعني في جاجات هنا هتبقى عندك، هتقدر انك من خلالها تقيس الضغط بتاع الانالست. الانالست اللي موجود لحد دلوقتي عندي هو انالست واحد بس ما بين الانترميديت كيسنج والسيرفيس كيسنج، اما المستشفى محمد الكوندكتور كيسنج والسيرفيس كيسنج ده فكك منه، يعتبر في اسمنت مش محتاج او ايه تركز عليه، ده مفهوش منه اي خطوره. فانت عندك دلوقتي مثلا ده ايه، يبقى عندك الفالف ده متحكم في الاريا او سوري الانالاس ما بين الانترميديت كيسنج والسيرفيس كيسنج. تمام، طيب بعد كده زي ما قلنا ركبنا الكيسنج هانجر، وده هيخلي لي وزن الانترميديت كيسنج يتعلق على البرودكشن سوري على الكيسنج هيد، والكيسنج هيد بدورها متشال على السيرفيس كيسنج اصلا، عشان كده هنبدأ نقول إن الأوزان كلها بتحمل على بعضها في الآخر، يعني كل الأوزان في الآخر زي ما قلنا هترسى على الإيه؟ على السيرفيس كيسنج. طيب بعد كده ركبت حاجة اسمها كيسنج سبول، تاني حاجة ركبتها أنا اسمها كيسنج سبول. تمام، هبدأ بعد ما ننزل الكيسنج سبول ديت أبدأ أحفر، أو بعد ما أركب الكيسنج سبول أبدأ أركب البي أو بي تاني، وأعمل التست بتاعي تاني، التست اللي كان بالبلاج عشان أتأكد إن البي أو بي شغالة. تمام، وبعد كده أبدأ أحفر السكشن اللي جاي معايا. تمام، طيب ابدا احفر برضو، وركبت الوير بوشنج وبدات ونزلنا تحت وحفرنا، وبعد كده ايه ركبنا الكيسنج هانجر الجديد. وظيفه الكيسنج هانجر الجديد ده ايه؟ هو اولا السكشن اللي حفرته ده انهي، ده البرودكشن كيسنج. تمام، فوظيفه الكيسنج هانجر اللي محطوط جوه الكيسنج سبول انه يحمل البرودكشن كيسنج على الكيسنج سبول. طيب احنا تاني كده نفكركم بالاسماء، ده كيسنج هيد وده كيسنج سبول. طيب الكيسنج السيرفيس كيسنج مش متشال على اي حاجه، هي متشال على الفورميشن اللي عليها بس. طيب الانترميديت كيسنج بتبقى متشاله على الكيسنج هيد، خلي بالك هما يعني ايه بالترتيب كده، بيبدا معاك الانترميديت كيسنج يتشال على كيسنج جيت، بعد كده عندك اللهم صل على سيدنا محمد البرودكشن كيسنج يتشال على كيسنج سبول،
وكذلك الانولس اللي ما بين البرودكشن كيسنج والانترميديت كيسنج ده، طبعا هو بيبقى فيه اسمنت وكل حاجه، بس برضه لازم يبقى يعني في قرايه ليه وانت متحكم فيه وشايفه وقاريه وكده. فده بيبقى ايه؟ هتتحكم فيه من خلال الفالف اللي عندك هنا، وهيبقى برضه عندك ايه؟ جيجز وحاجات من كده بتقرا لك الضغط في المسار ده يعني. تمام؟ طيب خلينا نكمل تاني. طبعا معروف دلوقتي هنعمل ايه برضه؟ هنبدأ تاني نركب البي او بي ونكمل حفر تاني، يعني طبعا هنقطع البرودكشن كيسنج. طبعا سوري مش هنكمل حفر تاني، احنا وصلنا للبرودكشن كيسنج، فممكن يعني يكون هتركب لاينر او مش هتركب دي بظروفها. فهو هنا ما افترضش انك هتركب لاينر ولا حاجه، فركب حاجه على طول اسمها تيوبنج سبول. وظيفه التيوبنج سبول دي بقى ان هي هتشيل التيوبنج اللي جاي او التيوبنج اللي انت هتركبه. تمام؟ طيب هنا هو يعني عامل لك ان هي هيحفر سيكشن تاني، بس مش لازم تفكر في السيكشن ده قوي، او بعد البروتكشن او بعد تالت سيكشن ممكن تكون هتحفر سيكشن تاني، بس فوق اعتبر انك هتنزل بالتيوبنج على طول. هنشوف دلوقتي لما خلينا نبص برضو نشوف اسمه ايه ده. هو عامل هنا ان هي اوبن هول، فايه العمليه اللي بتتم تحت؟ العمليه اللي بتتم تحت انك بتعمل بيرفوريشنز، يعني انت هتنزل عادي يعني نوضح الدنيا كده. انت بتبقى مثلا ايه نازل، هو عامل هنا يعني مركب لاينر تقريبا، مش اوبن هول. فلما ركب اللاينر ده هو نزل اللاينر اهوت، لا تقريبا كمان ما نزلش لاينر، هو عاملها اوبن هول. لا يعني ما علينا، المهم هو هيعمل بورفوريشنز دي في الاسمنت. البورفوريشنز دي غلطها انك تعمل كوميونيكيشن تاني ما بين اسمه ايه ده الفورميشن اللي عندك وما بين البير اللي انت حفره تاني بعد ما انت تكون سددتها بالاسمنت. طيب وبعدها هتنزل التيوبنج دي كده، اللي نازله دي التيوبنج. البكر ده فكك من البكر اللي تحت الاساسي اللي بيبقى موجود فوق، البكر ده غرضه ان هو يعزل الانالس اللي ما بين التيوبنج والبرودكشن كيسنج من الفورميشن من تحت، عشان الفلويد يخش عندك كله منين؟ الفلويد دلوقتي داخل لك، هيبقى داخل من على التيوبنج وداخل على الاريا الانالس اللي ما بين التيوبنج والكيسنج. فالبكر غرضه الاساسي ان هو ايه؟ يضمن لك الانتاج من خلال التيوبنج. وطبعا هنتكلم عن البكر فيما بعد ونذكر وظائفه بالتفصيل يعني، بس خلينا نكمل الاول كده. انا نزلت التيوبنج، التيوبنج دي وزنها هيتحمل على التيوبنج 100. تمام؟ طبعا ده بيمثل لك ان لما الاسيتايزنج او عمليه مشابهه لكده يعني، والتيوبنج لما تنزل وهو كده خلص. تمام؟ كده عمليه الحفر تعتبر خلصت، هنخش على عمليه الانتاج. فمن اول عمليه الانتاج ما عنديش بي او بي، بركب حاجه فوق الكيسنج سبول او سوري التيوبنج سبول، حاجه اسمها الكريسماس تري. يعني الكريسماس تري دي بتبقى موجوده اثناء البرودكشن، اما البي او بي بتبقى موجوده اثناء الحفر. تمام؟ خلينا برضو نعمل الاسماء تاني بتاعت الحاجه دي كيسنج اد. معلش انا مكرر الجزئيه دي عشان في ناس بتتلخبط في اسمائهم ومفكرين ان هم لهم نفس الاسماء او حاجه. ودي بعد كده كيسنج سبول، ودي بعد كده برودكشن او تيوب سوري مش ممكن تسمى برضه برودكشن، بس هي الاشهر ليها تيوبنج سبول. طيب وظيفة كل واحدة كده على السريع، والفولف اللي موجود في كل واحد. الفولف الاولاني هو ما بين السيرفيس كيسنج والانترميديت كيسنج، الفولف الثاني ما بين الانترميديت والبرودكشن، الفولف الثالث ما بين البرودكشن كيسنج والتيوبنج اللي هو بيبقى تحتيهم البكر، وبيبقى ما بين التيوبنج والبرودكشن كيسنج بيبقى عندي حاجه اسمها كومبليشن فلويد، بيبقى فلويد انا منزله فوق البكر عشان يعني ليه بعض الاستخدامات هنتكلم عنها فيما بعد ان شاء الله يعني. تمام؟ بس عامه بيبقى عندك التيوبنج كده حواليها البرودكشن بكر، وده البكر من تحت
طبعا الانتاج بيتم من هنا، والمساحه دي بيبقى فيها حاجه اسمها ايه، كومبليشن فلويد، مش هكتبها بس عشان طويله، والمساحه دي مفهوم بقى ايه ان فيها كومبليشن فلويد. ومن فوق اقدر اكسس الانالاس ده من خلال الفالف اللي عندي هنا بقى، اللي بيبقى متحكم في الانالاس ما بين التيوبنج والكيسنج او التيوبنج والبرودكشن كيسنج، تمام كده. برضو الكيسنج هيد بيبقى شايف الانترميديت كيسنج، كيسنج سبول بيبقى شايف برودكشن كيسنج، التيوبنج سبول بيبقى شايل التيوبنج، تمام. طيب بعد كده هبدأ اركب الكريسماس تري وافك الايه البي او بي. طبعا البير هنا بيبقى يعني اندر كنترول بكل حاجه، يعني مش بدأت تنتج مثلا وتشيل البي او بي وتركب الكريسماس تري، اكيد يعني تبقى قافل وكله تمام. طيب الكريسماس تري عايزين نتكلم عنها سريع كده، ايه هي اهم وظائف الكريسماس تري، او ايه هي الفلفات اللي متركبه في الكريسماس تري؟ طيب زي ما انت شايف كده، الكريسماس تري بتتكون من مجموعه اساسيه، مجموعه فلفات. ده عندك هنا حاجه اسمها اللور ماستر فالف، لور ماستر فالف، واللي فوقيه ابر ماستر فالف، تمام. يعني الاثنين دول اسمهم ماستر فالفز، اللي تحت اسمه اللور ماستر فالف، واللي فوق اسمه الابر ماستر فالف. اللي فوق خالص ده اسمه سواب فالف، سواب فالف، تمام. الانتاج بيتم من خلال الخط ده، واللي بيتحكم فيه حاجه اسمها ايه، وينج فالف، تمام. طيب خلينا نقول وظيفه كل واحد كده. الوينج فالف ده بيبقى ايه، فالف عندك في خط الانتاج معين، فانت بتبقى مثلا ممكن عندك كمان كذا كذا وينج فالف، ممكن يكون عندك انتاج بطرق مختلفه، فانت بتقفل خط الانتاج المعين ده من خلال وينج فالف. طيب اللور ماستر فالف والابر ماستر فالف، طبعا هو واضح ان وظيفتهم واحده، الاثنين راكبين اساسا فوق بعض، بس اللور ماستر فالف ده للتاكيد. وطبعا لما بتيجي تقفل ال اسمه ايه ده، الفلو، بتقفل الاول الوينج فالف وبعد كده تقفل الابر ماستر فالف، وما تستخدمش اللور ماستر فالف خالص غير لو الابر ماستر فالف بتاعك بايظ. ليه؟ عشان انت لو اللور ماستر فالف بتاعك باظ يعني مش هتعرف تحل المشكله، انما لو الابر ماستر فالف بتاعك باظ مش مشكله. طب ليه الكلام ده؟ بمنتهى البساطة، أنت تعرف تشيل الجزء بتاع اللور ماستر الأبر ماستر فالف وتشيله وتركبه. طيب لو اللور ماستر فالف باظ هتتحكم في الفلوس ازاي؟ كده أنت لازم تعمل كيلينج للويل، وبعد كده تبقى تشيل تصلح اللور ماستر فالف. يعني لو الأبر ماستر فالف باظ، طيب هتقفل اللور ماستر فالف، تمام؟ يبقى أنت كده ما عندكش فلو فوق، وتشيل تصلح تشيل الجزء ده وتصلح الأبر ماستر فالف وتكمل تاني عادي. انما لو اللور هو اللي باظ، لو شلته خلاص انت عندك فلو مش هتقدر تتحكم فيه. ففي قاعده دايما انك عمرك ما تستخدم اللور ماستر فالف خالص غير لو الابر ماستر فالف بايظ، تمام. طيب الويند فالف زي ما قلنا كده بيبقى خاص بخط انتاج معين، وبعد كده عندنا حاجه اللي فوق ده اسمه سواب فالف. فوق الفالف ده بيبقى عندي ممكن من خلال الحته دي كده انزل الالكتريكال لاين، وحاجه اسمها السلك لاين وال اسمه ده والواير لاين، كل الاسلاك وكل التيوبنج، كل ده بيبقى فيه شويه معدات بتركب من هنا كده فوقيها، وبعد كده بينزل اللاين ده من خلال المسار ده، تمام. فالسواب فالف وظيفته ان هو يبقى قافل او فاتح على المسار بتاعت الحاجه دي. خلينا نتفق ان الاربع فالفات دول ما بيتحكموش في كمية الفلويد، الأربع فلفات دول باينري، يعني يا أون يا أوف، يعني ما ينفعش توارب المحبس بتاعهم أو كده، ما فيهمش محبس أساسا، هما يا أون يا أوف. يعني حتى لو أنت عندك سيلف لاين أو كده وقفلت عليه مثلا السواب فالف هيقطعه ويقفل. ده ساعات بيستخدموا كمان الماستر فالفز دي بتستخدم كإيه؟ كبارير، إنها بتقفل في أي وقت، تمام؟ امال ايه اللي بيتحكم لي في الانتاج بتاعه وبيفتح ويقفل ويخنق على الانتاج؟ يبقى حاجه هنا في الوينج فالف بعد، او في مسار الوينج فالف بعديه، حاجه اسمها الشوك، ده بيبقى بيتفتح وبيتقفل وبيتحكم لك في كميه الانتاج. اما الفالفات ديت فهي
يعني يا اون يا اوف زي ما قلنا كده باينري. اما الشيب كانت تقدر تقول ان هو ايه تناظري وليه كذا مقاس وكده يعني. ممكن نبقى نتكلم عن وصائف الشيب في ايه في مره تانية برضو ان شاء الله. اتمنى يكون الويل هيد انستليشن وضحت، وازاي ان البير الى حد ما بيتحول من مراحل الحفر لمراحل البرودكشن. وان شاء الله المره الجايه هنتكلم اكتر عن ايه هي مكونات التيوبنج سترينج، وممكن برضو عن انواع الكومبليشن تحت الانواع الكومبليشن كاوبن اوبن هول ولا كيسد هول وانواع تانية في السيشنات الجايه ان شاء الله. اشوفكم السيشنات الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.